حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وفي هالحلقة رح نصلي للولايات المتحدة الأمريكية، هالبلد اللي أنا وكتير ناس من العرب عايشين فيها ومن جنسيات أخرى، بس إحنا جماعتنا العرب اللي بيتكلموا بلسان عربي حابب نتحد مع بعض في الصلاة لهالبلد. وبتسألي ليش أمريكا؟ هل أمريكا بلدك؟ إحنا كلنا جايين من بالهجرة من أوطان مختلفة، صلينا ومنصلي لأوطاننا الأم ولشعبنا وأهلنا فيها، بس برضو اللي بيشرب في بير ما بيرمي في حجر زي ما بيعلمنا ثقافتنا العربية، اللي البلد اللي احتضنتنا وضافتنا وباركتنا باركنا الرب فيها كل السنين اللي مضت، واجبها علينا إنه نصلي ونطلب حضوره فيها وتسليم الكل الكامل لمشيئته الإلهية الصالحة. يمكن كثير منا بنختلف مع السياسة الخارجية أو قرارات أو لكن منتحد في شيء واحد، إنه يا رب من فضلك سود على هالبلد اللي احنا عايشين فيها وخيرك مباركنا فيها، سود على هالبلد اللي احتضنتنا في وقت كنا محتاجين فيها الاحتضان، سود على هالبلد اللي حياتنا فيها بعض سهل بعض صعب لكن عمرك ما تركنا فيها. بنشكرك لأنه هالبلد تأسست على قيم ومبادئ مسيحية، لكن للأسف هي اليوم لا تعكس هاي المبادئ بشكل عام. كتير في مؤمنين وكتير في قديسين، لكن سياسة البلد والوضع العام للبلد وأخلاقيات بعض الناس اللي بتعيش في هالبلد ما بتعكسش صورة مسيحية صح. فالبعض بيقول لو أمريكا مسيحية ليش هالشيء بصير فيها؟ أنا بقول لك اليوم إحنا منصلي إنه أمريكا ترجع تعيش في مبادئ مسيحية، ومنصلي إنه سيادة الله عليها وروحه يقودها في المستقبل الجاي إنه ترجع تعيش مبادئ مسيحية، يشوف كل الناس فيها المحبة والعدالة والسلام. يا رب بارك بلدنا اللي عايشين من خيرك فيها، وفيها من ربي ولدنا ونعبد بحرية في أراضيها. يا رب بارك بلدنا. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. يا رب بارك بلدنا اللي عايشين من خيرك فيها، فيها من ربي ولدنا ونعبد بحرية في أراضيها. يا رب بارك بلدنا اللي عايشين من خيرك فيها،
وفيها من ربي ولدنا ونعبد بحرية في أراضيها سود بالكامل عليها ويا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك بلدنا يا رب القوات عينك على الولايات احفظها من الشر واملاها بالبركات وصد بالكامل عليها يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك بلدنا ونسكن فيها في سترك ونعيش كل يوم خايفينك نخضع حياتنا لأمرك وبالإيمان على طول شايفينك ونسكن فيها في سترك ونعيش كل يوم خايفينك نخضع حياتنا لأمرك وبالإيمان على طول شايفينك بنصلي لك طلبينك يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك بلدنا يا رب القوات عينك على الولايات احفظها من الشر املاها بالبركات ومجدك يرى عليها يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك بلدنا أمريكا أمريكا سبحي اسم الله هو القدير وعنده التحرير تلقي السلام معاه أمريكا أمريكا سبحي اسم الله هو القدير وعنده تحرير تلقي السلام معاه ترنيمة وعود وزي ما لاحظتوا كانت ترنيمة يا رب بارك بلدنا مكتوبة على مقام عجم العشيران أو بي فلات ميجر ارتكازه على بي فلات أو سي بيمول استعملت في هالترنيمة السلام الوطني جزء من السلام الوطني الأمريكي وفي النهاية استعملت برضو أغنية وطنية اسمها America the Beautiful واللي استغربت إنه ملحن هالأغنية كان عازف أورجن في كنيسة في أول 1910 تقريبا وهو لحن هالترنيمة برضو بيقول فيها أنه نعمة الله تبان على هالبلد فلأنه البلد تأسست على أسس مسيحية إحنا منصلي ترجع هالأسس مش عشان يكون الدين مسيحي عشان تكون القيم والأخلاق والمبادئ وأهم شيء المحبة المسيحية ظهر لكل العالم فالمقام مرة تانية عجم عشيران
وبصلي الرب يبارك بلادكم وين ما تكونوا. خلينا دائما نصلي لبلادنا ونشكر الرب على خيره اللي مالينا وين ما نكون، عمره ما تركنا. الرب يحافظ عليكم، يحافظ على بلادكم بسلامه. بترككم مع تقسيمي وبصلي سلام المسيح يكون معكم دائما ويدوم فيكم. سلام المسيح.